الهلال يقصف الاتحاد في الكلاسيكو ويعود براية الصدارة، والنصر يعرقل الفتح رغم الطرد المبكر. الأخضر الرديف يدشن بطولة غرب آسيا بنقطة إيران والأندية السعودية. تترقب نتائج قرعة كأس ولي العهد. فهر الطيب عبر كرة. ميزانية النادي في الألعاب المختلفة تفوق ميزانية اتحاد كامل. كاروب يتساءل لماذا لم يدع محمد الفايز لعقد جمعية شرفية بدلا من الانتقادات. لجنة الانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي اتحاد الكرة، والرويلي يغادر تدريبات الشباب متأثرا بالإصابة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، كابتن فهد الهريفي والكابتن محمد الدعي اضيفا حلقه الليله. الهلال يخطف النقاط الثلاث امام الاتحاد، ينفرد بالصداره مستفيدا من ادائه الفني داخل الملعب ومستفيدا من نتيجه مباراه النصر والفتح. نتابع تقرير المباراه. مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع كانت مسرحا لملحمة كروية في لقاء الموسم والكلاسيكو الكبير في جزئه الأول، الاتحاد والهلال. شوط أول حضر فيه كل شيء إلا هز الشباك. الهلال كان مسيطرا في بداية الشوط، وهجمات هلالية متتالية وعرضية لياسر الشهراني لم تستغل. الفهد الاتحادي في هجمة مرتدة ويسدد كرة يتصدى لها شرحيلي. الهلال يعود، محمد القرني هو الآخر يسدد كرة ترتطم بوسل المتسلل. يعود مرة أخرى الاتحاد عن طريق الرائع فهد المولد الذي سدد الكرة وتألق شراحيلي وأخرجها ضربة زاوية. ورغم الندية في الكلاسيكو إلا أن الروح الرياضية لم تغب. في آخر الشوط الأول يقتل الشربيني هدف اتحادي محقق، لو لعبها بطريقة أفضل لهز الشباك الهلالية. الشوط الثاني ينطلق وسط ترقب جماهير الفريقين والكوريو بيونغ بديلا لقناص الهلال. ثلاث دقائق احتاجها الهلال ليعزف أول سمفونياته، والعابد يتسبب بضربة جزاء. قدم لها العقرب الأزرق وراقص السامبا ويحرز الهدف الأول لفريقه. الاتحاد حاول تعديل النتيجة لكن ذلك لم يحدث، حتى استمر العزف الهلالي والبديل الكوري يأخذ الكرة من منتصف ملعب الاتحاد ويتجه للمرمى ويسدد الكرة بين أقدام زايد ووسط أنظار مدافع الاتحاد معلنا الهدف الثاني لفريقه. يتألق والهلال يظهر، يا الهلال ينخفض مستواه بعد هذا الهدف، وكبرياء العميد يعود بعد قذيفة من كرة ثابتة معلنة تقليص النتيجة لفريق الاتحاد عن طريق أسامة المولد. يا أسامة، الله على مدفع هذا الاتحاد، أسامة
يعادل الكلاسيكو من جديد. أسامة يمنى قوية. الكاميرون إمبامي بعرضية جميلة على رأس هزازي وشرع حيلي يقف لها بالمرصاد. الاتحاد يستمر بالضغط وهزازي وجها لوجه أمام مرمى شراحيلي الذي استأسد وتصدى لكرة نايف هزازي. كومبواري يشعر بالخطر ويدعم مناطق الدفاع بإدخال المرشدي بديلا للفرج ويطلب من اللاعبين تهدئة اللعب. انتهى اللقاء وليته لم ينتهي، ولو علمنا أننا سنشاهد لقاء مثل هذا لدعوت الله بأن لا يتأجل لكي نشاهد كلاسيكو يليق برياضتنا الكروية منذ وقت مبكر. لقاء ضمن لقاءات زين، وكل ما في هذا اللقاء ظهر بأبهى حلة ابتداء من الجماهير الحاضرة الكبيرة ومرورا بالحكم السعودي وابن الوطن وحتى نصل للاعبين الذين لو طلب مني أن أختار أفضلهم لاخترتهم جميعا. وبالأخير الهلال يحلق بعيدا في الصدارة والاتحاد يحافظ على مركزه السادس، ولم يبقى سوى أن أقول شكرا وشكرا للفريقين، فدورينا بألف خير. تركي شديد كورة. ألف مبروك للفريق الهلالي، هارد لك للفريق الاتحادي. تركي معه حق أنه كل شيء تتمنى في كرة القدم شاهدناه في مباراة اليوم، جمهور، روح رياضية، حكم سعودي، أداء لاعبين، أهداف، فرص، كل شيء كان حلو في المباراة. من أفضل المباريات صراحة السنة هذه لمباراة الاتحاد والهلال. وقبل كل شيء نشكر الجمهور صراحة، جمهور الاتحاد وجمهور الهلال اللي يمكن اليوم أضافوا شيء صحيح صراحة جميل على المباراة. حتى اللعيبة يمكن تفاعلوا مع الجماهير، يمكن لا بطريقة اللعب ولا بطريقة التكتيك الفريقين. أعتقد أنه مناصب الشوط الأول يمكن نجومية للهلال والاتحاد، ضاعت فرص للاتحاد انفرادية الفهد المولد النجم الواعد اللي قادم إن شاء الله بقوة الصاروخ إن شاء الله. خالد شراحيل اليوم نجم يمكن من أفضل الحراس في المملكة، أعتقد أنه اليوم أبدع في يمكن تخليص يمكن 5 كور أو 6 كور. من 10 كم تعطي شراحيل؟ من 10 أعطيه 9.99. أوف، يعني لهالدرجة؟ لهالدرجة، لأنه هو اللي أعتقد اليوم فوز الهلال. لو جت الانفرادية حقت فهد المولد يمكن أعتقد أنه تغيرت المباراة، ولكن أبقى الهلال الشوط الأول على قوة الاتحاد. الشوط الثاني أعتقد أنه الهلال استغل الفرص، يمكن حصل على ضربة جزاء بدقيقة يمكن 46، وتعرف انقلبت المباراة، الهلال تراجع، الاتحاد يهاجم. أعتقد مباراة اليوم شفنا فيها كل شيء، فيها كل شيء شفناه. الشوط الأول لاعبين، الشوط الثاني أعتقد أن المدربين بعد لهم تدخلات في أثناء المباراة، لكن مدرب الاتحاد أخطأ بإخراج أنس شربين. أعتقد أن صراحة مباراة اليوم كل شيء فيها جيد، الحكم نجم، الجماهير نجوم، اللاعبين ما قصروا، حتى البدلة. من عجبك في الهلال؟ عطني 3 لعيبة في الهلال. خالد شراحيلي والقرني ووسلي اللي هم قرني ووسلي هذا الاتحاد أسامة المولد وفهد المولد وأنس الشوط الأول. يمكن أعتقد أنه يوم طلع أعتقد ارتاح الهلال من الجهة كان مزعج، لأنه مزعج مرة، يعني تعرف تحركاته ما شاء الله، يعني من الظهير للظهير. أعتقد أنه شفنا اليوم نجوم، محمد نور اليوم غايب يمكن الشوط الثاني، بس يوم سجل الاتحاد ظهر محمد نور. هرماش أعتقد أنه بعد برضه اليوم كويس، ولكن اللي عجبني في المباراة صراحة من خذلك من اللاعبين، لاعبي الفريقين والله اللي توقعت منه شيء وما سوى؟ والله في محمد نور ما سوى شيء، ياسر الشوط الأول يمكن بس مال الكورتين ولا كورة،
الكوري اليوم ابدع صراحه، ولكن كخذلان خذلان اعتقد انه ما في ولا لاعب اليوم ما قصروا كلهم صراحه، ولكن الاداء لما يطيح شوي لمحمد نور بقيمه محمد نور اعتقد انك لابد تحط علامه استفهام، واعتقد انه اليوم كل شيء في المباراه يا تركي من اروع ما يمكن. الهلال غاب عنه الشلهوب والدوسري والبديل نفسه على مستوى يمكن انتقدنا المدرب الهلال كثير، يمكن هو ما يثبت اليوم تشكيله، اعتقد انها تشكيله اليوم يفوز على الاهلي اربعه اليوم برضه استطاع انه يرجع اللي يتغير ما بين مباراه هجر يمكن تقريبا ثلاثه الى اربعه لاعبين، في منهم المصاب وفي منهم اللي ما هو مصاب، لكن المباراه صراحه تركي يمكن هذه لو تنعاد ألف مره ممكن انك ما تقوم قدام التلفزيون صراحه. خليني اول شيء الف مبروك الهلال، خليني اخذ كلام محمد الاخير واقول انه بما انه قال الحارس الهلالي يستاهل 99.9 معناتها ان الفريق المقابل الاتحاد هو كان مسيطر وكان يعني متالق. وانا اقول انه للمره الثانيه الاتحاد يقدم مستوى ويخسر نتيجه. الاتحاد الحقيقة رغم أنه يمر بظروف صعبة إداريا وفنيا وعدم تجانس كثير من اللعيبة، عدم ثبات في التشكيلة، إلا أنه يقدم مباريات الحقيقة جميلة ويخسرها مستوى. والسبب أنا أعتقد غياب الهداف أو القناص اللي يترجم هذه المجهود الكبير اللي يقدمه الفريق الاتحادي اليوم. انا يعني في التقرير يقول لك انه الحكم كان نجم المباراه، وانا اشوف انه اداريين الاتحاد في احد اداري الاتحاد شفت له تصريح انه يعني كان مستاء من الحكم ويتكلم، والغريب انه هو ما جاب حكم وهو كان على ارضه، المفروض انهم يطلبون حكم اجنبي، لكن هذا يثبت انه هناك ازمه ماليه تمر بالاتحاد. في نقطه مهمه في المباراه هي اللي قلبت وجهه المباراه، انا وجهه نظري كومبواريه اعتقد انه قرا المباراه جيدا واستغل تقدم الأطراف الاتحادية وأمر لعيبة الهلال باللعب على الأطراف، وإحنا شفنا كيف مجهود فردي الهلال كان غايب في المباراة الحقيقة، لكن بمجهود فردي من الكوري جاب الهدف الثاني وخلص المباراة، ومع الأطراف الثاني كيف تسبب في البلنتي، كان اللعب كله عن الأطراف، وهذه قراءة جيدة ترجع لكم بواري. أعتقد كانت نقطة تغير في المباراة هو تغييره وإنزال الكوري في المباراة في الشوط الثاني. ما في شك ان الهلال لا يرحم اثناء اتاحه الفرص، وهذا اللي يفرق بين الفريق اللي يعوض المستوى بتسجيل الاهداف. الاتحاد يستغل كل فرصه يعني. انه يدفع غياب هزازي اللي هو معروف بانه قناص، يدفع غيابه في المباراتين الماضيه، وهذا ما خلى الاتحاد انه يخسر كثير من فهد المولد. فهد والله لاعب كبير يعني ما شاء الله يحرث الملعب، تقول هذا لاعب وسط، يعني تقول هذا لاعب أوروبي ما هو لاعب سعودي. اليوم شفنا كيف اللعيبة يتشكوا من الرطوبة، يتشكوا من المخزون اللياقي، كيف أنه هبط لدى اللعيبة، لكن ما شاء الله على فهد ما شاء الله تبارك الله يعني إلى آخر دقيقة وهو يعطي. يعني من الصعب أنك تبذل مجهود وحلول فردية وفي الأخير تسجل، هذه اعتقد انها لازم تاثر. ياسر الشهراني كان يلعب في خانه وبعدين المدرب يحطه في خانه ثانيه، حلو ان عندك لاعب في في في, في, في الملعب تحط ظهير ايمن، تحط ظهير يسر، تحط محور، تحط جناح يسر، هذا ترى من النادر ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا من النادر تلقاها في لاعب ترى، يعني انك تلعب في كذا خانه وصغير في السن وتملك حلول كثيره ولديك مهارات ولديك قدرات ولديك لياقه ولديك باليسار باليمين تصويبات عظيمه لدى اللاعب، لياقه من الصعب يعني ما لقى عنده عيب، يعني بعض اللاعبين تلقاه يلعب دفاع لكنه ما يحب انه ايش الحلول الفرديه، لما يقابل المهاجم تلقاه يعني عنده نقطه ضعف، لكن ما شاء الله عليه يعني لاعب متكامل وتو صغير. الجيل الجديد يبغى فرصه؟ كيف؟ الجيل الجديد من اللاعبين في المملكة العربية السعودية يبغى فرصة على مستوى المنتخب؟ والله أكيد، واللي وضحها يا تركي على كلامك وصادق على كلامك مباراة اليوم السعودية. اليوم الحقيقة كسبنا نجوم، أنا لأول مرة خاصة إحنا محتاجين سنتر مثل محمد التيف، هذا الحقيقة لاعب كبير أتمنى أني أشاهده في يعني في فريق كبير، يعني لاعب متمكن، تخيل يلعب باليسار باليمين تصويبات بص كانه لا كانه محور بالحقيقه. ويعني اليوم كان يلعب مع الهوساوي اخذ كل شد الانتباه اكثر من الهوساوي اليوم. محمد اللاعبين الصغار او الجيل الجديد في الكره السعوديه محتاجين فرصه على مستوى المنتخب الاول؟ اي
ولا لا؟ يا اخي صعبه شوي يعني، خل لاعب لاعبين كاحتياط وكهذا، اما لما تجيبه تحرقه بدري اعتقد انه هذا. ولكن انا بعلق على الاهداف، الهدف الثاني للهلال والهدف اسامه المولد، اعتقد يتحملونه. مبروك زايد يتحمل هدف الكوري، وخالد الرحيلي برضه يتحمل. ليش؟ لانه الحين يقول لك الواحد يقول لك لا هدف قوي ما قوي، انت مسكرن الزاويه. مبروك طبعا زايد مسكرن الزاويه، اعتقد من الصعب انك، بس لكن هو خاف من الكوره ولا انت يعني، اعتقد انه ترى كوره ما يقدر يسوي بشيء الكوري يعني، ما لا يمكن ان تجيب الشكل هذا. لكن مبروك ما تعامل معها صح. خالد الرحيلي وش الخطا اللي سووه؟ خالد الرحيلي حط اربع حيطه والكوره قريبه، يدري عارف ان اسامه المولد انه رجله قويه، المفروض اقل شيء خمسه، واحد متحرك على الكوره. اعتقد انه قام لاعبين من الاتحاد صفوا مع الحيطه، لاعبين من الاتحاد صفوا مع الحيطه وخالد الرحيلي وراهم. خلينا نشوف يعني الهدف، ما يشوف الكوره. طب خلينا نشوف الهدف، يعرضونا الشباب بس الهدف الاتحادي لاسامه المولد والتسديده اللي سددها من خارج منطقه الجزاء. خلينا نشوف كاميرا بعدين. انا اقول لك انا اول شيء الخطا الاول انه حط اربع لاعبين فقط وهي قريبه الكره، وسام المولد تسديده قوي. الشيء الثاني انه وقف ورا لعيبه الاتحاد، المفروض اللاعب الخامس هو اللي يخليه يطلع على اساس يشوف الكوره. خالد الرحيل لو ترجع الحين الكوره ما هو شايف يعني، خلت تجي الكاميرا اللي من عندنا نص الملعب تشوف خالد الرحيل يعني، اعتقد ان الاهداف اللي زيها غير كذا. تحرك الحيطه برضو بعد يعني، تحركت الحيطه، بس تحركت الحيطه من ناحيه فهد المولد يعني، فهد المولد تحرك، هو اللي فتح الثغره، هو اللي فتح الثغره يعني. شوف اللاعب الصغير شو كيف ذكاؤه، اعتقد انه هو اللي فتح الثغره. خالد الرحيلي يعني خلاص يعني، انت حطيت والهدف جاء عن طريق الحيطه، شفت الحيطه يعني، الحيطه اللي انت صافها المفروض انه ما يجي بالهدف لانك انت حاطط الحيطه، ولكن الضعف اللي فيها لاربع لاعبين وتحرك بعد المولد. بس تسديدة أسامة قوية جدا ما شاء الله. لو هي قوية ما هي يمكن، انك لما تشوف الكورة كلها انت وعندك الامكانيات انك تتحرك وعندك ردة فعل اعتقد ما تجي. لو هي قوية فهد تركي، لو تعطيني بس الكورة عشان الهدف. انا اتكلم هدف أسامة، هدف أسامة اي هذا الهدف. اي شوف انا في هذا الهدف قد لا احمل الحارس جزء كبير، لسبب انا الحارس علي انه في زاويتي. محمد كلامه صحيح انه المفروض يحط خمسه صحيح، لكن انا بذكر لك قصه صارت لي مباراه مع نادي الهلال. موسى مداو من اللعيبه اللي يشتون ببطن القدم يعني، ما تعرف لو تفضيله الزاويه ما تعرف. انا المفروض اقول لك شيء تنفع الانديه في القادمه اذا يشوت اسامه هوساوي. السبب واحد، اسامه على الحيطه انها تتغطى، اذا انا بشوت ببطن القدم على الحيطه لانه ما حيلف هو الكره، فاحنا كذا شو نسوي؟ فكنت انا امر الحيطه تجي هنا والحارس يكون هنا. انا اعرف ان موسى نداو ما يعرف يشوت الا ببطن القدم زي ما شات اسامه، ظهر القدم تكسر، شاتها في زاويه الحيطه ترى. أيه؟ شوف هي تلف الكوره وتروح زاويه الحيطه من قوه زي انا شو اسوي؟ الحيطه اقدمها، الحيطه افضي لها الزاويه من هنا، اخليها تتقدم شوي علشان لو جاي يبغى يلفها تصك في الحيطه او يطلعها برا. قصدك تحرك الحيطه شوي، اي لاعب على جنب شوي. موسى نداو كان لاعب معنا مباراه مع الهلال ضدنا، خمس فاولات، ورجع للمباراه وشوف احنا كنا فايزين 2-1، خمس فاولات كلها بالحيطه لانه النوع اللي يشوت ببطن القدم. اذا انت بتفضي، لان انا كلاعب مهاري وقوي اجنن على ما يقولون تكلم يعني، اوزن رجلي على اخر واحد في الحيطه عشان تصير تلف الكوره. اوكي، فانا اذا جبتها كذا خلاص تنعدم، يا تشوتها بالحيطه يا تشوتها فوق. فانا لما اكون زي موسى مداو على اخر لاعب هنا هو يكنن عليه عشان الكوره تلف زي ما سوى اسامه، كنت تطلب الحيطه، فأنا الحيطه مفروض زي اسامه ما هو من النوع اللي يعرف يلف الكوره كذا، فيسحب الحيطه، ادف الحيطه شوي. طيب، وفي الحاله هذه اقدر اعالج موضوعية بشكل سريع. بعدين غير كذا انك لازم تختار اللاعبين اللي ما تخاف. انا اذكر موسى نضاو يمكن لعبنا قدامه، تعرف انت رجل قويه، دائما انا يصير اختياري اللاعبين اللي ما يخافون يعني. ممكن لاعب يخاف من الكوره؟ ايه يخافون من الكوره يعني، عندي اخوي خالد اول ما احطه بالحيطه. ليش؟ لانه يخاف من الناس اللي تخاف اللي تعطي الظهر. الحين شوف الكوري، تحرك الكوري محمد القرني بالكوره هذه حقت اسامه يعني، كلهم طلعوا. خالد الرحيلي غير كذا، انه خالد الرحيلي مشكله انه واقف على الخط
المفروض انك تتقدم شوي اساس كل ما تتقدم كل ما يصغر الباب. ما اقول لك اوقف على راس خط السته، لا يعني خلك يعني خطوه يعني. إيه خطوه، كل ما تاخذ خطوه كل ما تقدر تطلع على قدام. خارج الرهيب ايش طلع ما اخذ خطوه على اساس يطلع. بس محمد انت تعرف اي واحد يشوت كذا على بطل قدم انت تعرف الشوت احنا لاجل البلنتي الحين انا اعرف التركي يحطها في الزاويه اليسار اروح انا يمين لازم اعرف انه خلاص هذا اللاعب انه يجيد الشيء هذا. طيب. وسام المولد هو تسديده قوي يعني معناته اني لازم اطلع واستعد.